السمنة درجات، وكل درجة من السمنة لها العلاج المناسب ليها. واحنا دايما بنحفز المرضى اللي عندهم وزن زائد أو سمنة بسيطة لاتباع حمية غذائية صحية، الرياضة، التعامل مع بعض الأدوية الموصوفة من متخصصين، بتكون أدوية مصرحة من وزارة الصحة. لكن الحقيقة بنحذر كل الناس من الأدوية الغير مصرحة من وزارة الصحة، واللي بتتباع أونلاين، واللي بتتباع في أماكن عشوائية، أو حتى بعض المتخصصين بيوصفها لبعض المرضى من عنده من داخل العيادة. لأن الحقيقة في مبدأ عام، أي دواء ما بيتصرفش في الصيدليات تأكد أنه هو غير موافق عليه من وزارة الصحة. إحنا بنخاف من الأدوية دي لأنها لم يتم دراستها بالشكل الكافي، لم تقرها المؤسسات الدولية ولا المحلية ولا وزارة الصحة، وبالتالي ما بنقدرش نعرف هل ممكن تضر الإنسان ولا لا، إيه أثارها الجانبية، بتشتغل إزاي، ممكن يحصل انتر أكشن مع أدوية أخرى أو تفاعل مع أدوية أخرى. فبنحذر كل الناس بلاش عشان حاجة بسيطة نضر نفسنا بحاجة ممكن يبقى لها تأثير سلبي على كل أعضائنا أو وظائفنا الحيوية. في حاجات بتأثر على المخ، في حاجات بتأثر على القلب. أنا عارف إن الكلام ده بيزعل ناس كتير مننا، لأن موضوع السمنة والأدوية أصبح منتشر بطريقة قوية جدا. والحقيقة إحنا خاطبنا كل الجهات المسؤولة قبل كده وجهاز حماية المستهلك، وأخدوا أكشن قوي جدا تجاه بعض اللي بيروجوا لهذه الأدوية، وده زعل ناس كتير مننا. لكن احنا مستمرين في الحفاظ على صحة المرضى، لأن ده دورنا في التوجيه، ومحدش يزعل مننا.